اوكي دابا دخلنا للمطار صافي تستابيليزينا كلشي ولكن شوف خاصني نوريكم واحد العجبه ضروري دابا قدام شوفوا الحاله ديال اليوتيوبر شوف يقدر يدير اي حاجه باش يصور لكم فيديو دونك دابا يلا جينا للمطار شوف انا عارف ستوريا ديال النهار كامل ما صورتش لكم علاش حقاش عرفت راسي غادي نجي للمطار غادي نبقى بارك شحال حقاش عندي طياره حتى ل 11 ودابا ل 10 دونك ساعه ديال ستوريات واو دابا جو بونس انكم عرفتوا انا فين غادي ولكن والله الا قلت لكم او بربي الا قلت لكم سالينا حتى وصلت ونحط شوف حتى نضمن انني راسي وصلت لديك الدوله عاد نقول لكم انا فين وما تعرف دابا انا اليوم تشيكي صدقوا لعبد الرئيس الصغار خدم في سبانس و اللي غيمشي معايا هو شوف خويا لايف مونتاج لايف بقيت كنصور الفيديو في اليوتيوب تنسيت عندي انستغرام اخويا المهم انا هنيكم من دار هذيك اللعيبه اللي قلت لكم البارح انا غادي للارض ولا تبارا لا تنزيدهم حاجه اخرى والحاجه اخرى ثاني يلا دير هذيك لا بلا ستي بلا المهم لهذا المنبر دير شويه سبانس ديك الدر انت يلا سير بلاتي يلا عاود بلاتي لهذا المنبر طرطبق استقر معنا عادي التاوي ما تكيشوا فيه بلاتي شوت ما إلا مو ما إلا مش يقول أنا ما إلا وما إلا جاس حتى يشهدي واحد النهار صباح الخير صبحتو لاباس عليكم سالي بيان زومي على الصابو خويا جيت انا واو تقولي برازيليات ويلي 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 يلا حطتنا الطياره من ريو دي جانيرو عادي كنبقى غادي الزنقه وكيسحب راسي باقي فيا الفلتر فهمتي العيال ما كرهناش شي فلتر متحرك قراري فراق قرار بزاف منكم سولتوني على هذا الذكر عجبكم بزاف هذا هو يخرج صاحبتي راجع وهذا شادي طلعت لي جيبينا لورجونس شويه شاديه ما تخافيش ما تخافيش شويه ديال فاطمه الحشمه شاد مني ذا لا فامي شوف بغيت نصدمكم واحد الصدمه كيما انا مصدوم دابا نورمالمون واحد الفول دابا اللي ركبت فيه مانكو سميت شركه 6 سوايع نورمالمون خصها تكون الفازه شوفوا شنو قدام كابوط ست سوايع عبد الله ما عرفتش شنو هي الا جات في راسي ما دخلت قال لي لا ممنوع التصوير اش غنصور شوف شوف اش غنصور اش شنو قدامي تسجل الان 10 درجات مئويه شكرا وديرون التلفازه شوف فاش اكتشفنا ان هاد الطياره ماشي زعما قال لك باش نحيدوا التلفازه داكشي في التليفونات هاتف مطلوب يعني الداكر يعني الداكر فهمتي ولكن المشكل شنو هو انا شوفي الانسان راه عنده 37 كيفاش غتفرج فيلم كيفاش غتفرج فيلم صراحه غير طلبناهم شوفوا راه كاينه التلفازه راه كاينه التلفازه دابا شوفوا الالعاب الالعاب اسي دير دير التشغيل واو شو 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 كواري انت صافي انتم تخيلوا التلفازه وصافي فهمتي شوف شوف طاكتي شوف والله الا داكشي رائع ما شاء الله انا مفتخر ببلادنا شكرا وهاد اللعيبة اللي زايدة في هاد الرحلة هو أن هاد الدري ما عنده ما يدار مسكين كل شوية كيدور عندنا هنا كنبغي نشكر دير هكا شكرا واش تلعب معايا هاد اللعبة إلا أنا عرفت شنو كاين تما غتعطيني حقك ما تقيسوش شوف خاف ليا الجوع إلا إلا جبتي هذا شوف بلاصة لا ما فيكش حاجة فيها وديك الحاجة اللي فاتت عطيها لي بحال كتقول لي عطيني حقك الحمد لله السؤال المطروح شنو كاين بدوك السوبيره سؤال وجبه خفيفه يلا سير الا عرفتي انا نعطيك 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 الباي ديال تعطيك حق نعطيك لا شوف غتكون بطاطا لا تبع تبع كنشوفو بطاطا هي اللي تميت لا يطلع لي نهار كله انت غابر عليا نهار كله وانا موحشك نهار كله انت كتقطعي ليا في قلبي وانا كندور في موطور نهار كله وانا باغي ندوي معاكم ما كتجاوبينيش ولكن شفت السما
صافي عادي السيد راه واقف على البلاطه صافي عادي صافي مسخاش شكرا مسخيتيش اخويا رضا انا حاجه واحده خصك تعرف عليها ما كناكلوش بزاف شي ما كناكلوش بزاف صراحه ما كناكلوش بزاف حتى انت بحال ما كناكلوش نهار كامل ما كليت والو ما كليت والو يلاه كنت كنوجد في غير داكشي اللي خاصني نديه لي وكنتسناو دابا دابا شي حطوا لينا وسط الماء خاصك تجي ديك در خويا ساليت مساليت خويا بلاتي انا ماشي تصريح خويا كيدير احساس ديك والله الا كتزعزع قسما بالله شوف يا ربي ما هي تكتزعزع يا ربي كتزعزع ماشي كتزعزع كنلعبو في الجو هضرات في المايك شنو قالت قال لك المهم قالت لنا فروز انا كنفهم داكشي فروز الضربات الجويه كاينين الضربات الجويه كديرها يا ربي الشرج فالفارة كتلعب فالفارة غتحيد والله قسما بالله العظيم ما كنضحك والله الطيران كيفاش كدير بليز واتس ذا بروبلم سي بول فليم با بروبلم قالت لي با بروبلم الطيارة كديرها وقالت لي با بروبلم والفين والفين تعويدين يا اخي المهم لا فامي وصلنا دابا بالسلامه عادي كي وصلنا بخير لا علاش تكذب علاش تكذب ما وصلناش بخير لا دابا بخير عرفتي واش دابا بخير ولكن نشوفوا الحاجه اللي ما صوريتش لكم اللي غتشوفوها في فيديو في يوتيوب انا الجمارك داروا فينا حاله عرفتي شحال وقفونا شحال وقفونا عادي شي نص ساعه قلت لك شحال كتلبس ليك هادشي اي سؤال يجي لكم فيكم سولونا والله اي سول راسك سولونا ذاك السؤال اللي سولتي راسك اغاني الاردنيه زاهيه ممكن تزيد موسيقى لا ممكن لا تزيد يا ابو الكره موسيقى وعد بالله لفقنا عادل كده وسطي خويا الليلة ماشي نهار لا والله الا بحال نعسنا ليله وفقنا الصباح انا دابا على بالي بلي 10 ديال الصباح دابا غادي نخرجوا نمشيو نصوروا شوف دابا ناكلوا شي لعيبه ياك نعم من بعد ناكلوا نمشيو نصوروا لكم شي لعيبه انا تقول لا تخاف ديك فنيته تكون معيوره ولا شي اليوم علاش ما درناش لكم ستوريات علاش حقاش ما عندناش الكونيكسيون ما كايناش لا انترنت ويا ويل تمشي شي دوله ما عندكش الانترنت تحس براسك بحال وريت مشى هاد الشي مره حنا مولفين مني ما كنلقاوش فين باش نركبوا لابيس مشى هاد الشي مره ولا اختي شي فنيته مارش انا صراحه عمري كنت تخيل راسي غنجي للاردن ونكتشف الثقافه الاردنيه مي جات الفرصه علاش رانا جينا لهنا شنو غادي نديروا هادشي كامل غادي تعرفوا في المستقبل يعني شوف دقه شوف اليوم اول نهار في الاردن ما صوريناش بزاف علاش لا انا لا عادي حقاش ما كانش عندنا كونيكسيون وكنا كنسوف غاردي وعادك اللوحه فاش كنلقاو كونيكسيون داكشي علاش نقدر دابا نلوح لكم شي لعيبات اللي دوزنا اليوم ما كانش عندنا كونيكسيون فاش جينا للوطيل دابا عاد غنبدا نلوح لكم داكشي اللي دوزنا اليوم اوكي اوكي ذاتس ات هادشي اللي عندي ما نقول ولكن واحد الراس كيقول لي راه عندك واحد التصويره خاص كتلوحه اش بان لكم اللوح نيو بوست اليوم اش بان لكم اوكي لا فامي شوف باقي حد الان انا ما قلتش لكم فين الناس ديال انستغرام انا دابا في الاردن اوكي الناس اللي باقي ما عرفوش انا دابا في الاردن الناس اللي مشاو غالطين قال لك تركيا لا انا في الاردن وبالضبط عاصمه عمان سولتكم واش اللوح نيو بوست قلت لي لوح نيو بوست داكشي علاش لاحظت صوره فيها بزاف ديال الحب داكشي علاش بغيتكم تنشروا فيها الحب ديال بصح ستوري الجاي شوفوا التصويره باش تحكموا علاش فيها الحب ستوري الجاي دابا سيروا قريب يتحط يومين ان شاء الله يكون محطوط المهم حنا اوفيسيالمون وصلنا للاردن واخا توبونا ما دخلونا الاردنيين
زعما كيقولوا بلي الاردن زعما بلا فيزا وهادي هذاك الشيء كامل كان هو هذاك ولكن يا ربي تكون فيزا وما يديروش الناس يا ربي تكون فيزا وما اول مره غندير شي ستوري وانا مبرشق لي الله فاق من الناس كي وصلت جبدت عليه ما كنتش نعس الليل كامل شويه نخرج نطلع للاردن كي دايره وهادي المهم طلع من هنا بعدا من الشرجم بحال في سيدي معروف كاين فرق انا لقيت لكم دروب ديال بصح اللي بغى يقصر بار بزي ديال بصح يا كتدخل هنا كتدخل هنا وكتقصر درسنا داك الشيء يديرون بحال اخويا داخلين بحال شي مجرمين ولكن الحمد لله وصلنا بخير المهم كاين بزاف د الحوايج نشرحهم لكم في فيديو اللي نحط في يوتيوب غتفهموا فيه التحريره كامله اش كاينه وان شاء الله الناس اللي متبعيني عارفينني ديما عند سعيد ملطون سعيد ملطون احسن ملطون ممكن تاكلوا في كازا انا اليوم معايا معايا السي سعيد شخصيا الله يخلي لك دوك الجديدات اللي كيديروا لنا داك الطون الله يحفظك لينا صباح الخير شنو الذنب ديالي نفاق على هادي عرفتي اصعب حاجه هو ان اول واحد يخرج من الدار زكا من الفوق اول واحد يخرج من الدار خاصو يخرج معاه الميك تاع ما شاء الله انا ما نقدروش نعس مع صحابي بغيتي يدخل لنا الشفار نقدروش الشمس صلعت عظيم هذا اليوم وفراشة قد قالت هذا فصل الصيف تبارك الله سلام حبابي لاباس عليكم انا دابا وصلت لغاديو غاديو دوزام سمعوني دابا شويه ونستقبل الاتصالات ديالكم ونهضر معاكم شكرا لكم بزاف اخويا عثمان ها هو صباح الخير علاش اخويا وليتو كديروا البرامج ديالكم مع 8 الصباح راه جات الصباح بكري وتبارك الله بعدا ديجا خصني نعاود نقولها الحطه لي ضاربه بزاف ويلي من تحت للفوق وراه مسبرديله بيبي كي جيتك مانيفيك دابا حنا كايعيطوا سعداتي بكم سعداتي بكم واعر انا ضرب لك هاد اللعبه هادي فهمتي صافي اليوم غيكون شو واعر مانيفيك ان شو اكسيسيبل ويلي حطيت لكم النيميرو في البارح من البارح اقسم لك يعني تخيلوا معايا وانا جاي من الدوحه للكويت كان في تاخير وانا راجع من الكويت للدوحه يصير تاخير مره ثانيه لا هنا بقول لكم انه ماشي حظي خايس ولكن الطيران اللي خايس اسف بس حاجه اخرى بغيت نشرح لواحد الفئه ديال الناس كيتفلسفوا بزاف هذاك الكلام اللي قلت موجه لشركه الطيران وموجه للناس اللي كيركبوا داك الطيران فماشي غادي نرضيك انت وغادي نهضر بهداك الشيء اللي بغيتي نتايا باش انت تفهم انت ترتاح وناس اخرين نبقى انا نعاود نشرح لهم باش نكون معك على الصوره غادي نعاود نقول لهاد الفئه ديال الناس حيت ماشي كلشي كيقول نفس الهضره كاين اللي متابعيني والحمد لله كيبغيوني على اي حاجه واي لغه هضرت بها واي حاجه درتها وكاينين اللي كيبقاو متابعين غير باش يتفلسفوا باش يقولوا شي حاجه اللي هي غير منطقيه فانا ملي كنبغي نوجه شي كلام غادي نوجهه لذاك السيد او ذاك الشخص او هذاك اللي بارك معايا غادي نوجهه ليه بالكلام اللي هو كيهضر به ماشي انا غنضرب المغربي باش نبقى نعاود نشرح الفلسفه باش يقولوا شي حاجه اللي هي غير منطقيه فانا ملي كنبغي نوجه شي كلام غادي نوجهه لذاك السيد او ذاك الشخص او هذاك اللي بارك معايا غادي نوجهه ليه بالكلام اللي هو كيهضر به ماشي انا غنضرب المغربي باش نبقى نعاود نشرح نجيبها هو المس لقيت هذا واقف ميكانيسيان ديال الدرب خويا واش هذا بعد عليه ضروبي تشرب اتاي وجيب بنتو قلت لها كتعرفيني الدريه بقات كتشوف فيا قلت لها انت يا قال لها تي مي كوني تي لا كوني هاد السيد عزيز عليا بزاف هادشي ماش من فمي راه ماشي بحال هكا شكون واضحين والله الا تنحبك بزاف درب السلطان كلشي كيتبدل الحمد لله راك عزيزه بزاف والله الا حتى نتايا بزاف الله يسلمك وجو سي فيغ دو تو والله يخليك ديما الفوق الفوق ان شاء الله امين حبيبي الله يحفظك الله يحفظك عثمان حط دابا غيحط صوره قال لي لايك شو عارف يلاه سكت انا قالوا لي لايك حط صوره شي مشكل ديال الشعر كيرلي واه عطيكم حط صوره دابا تخاف الصوره الجايه ديك البنيه اللي ديما كتجيب لي كادو جابت لها اليوم الورد وتخالتي جابت لها ورده لا تبر شهرتي ماما مسعود وكيجيو كادوات
النور كي صبحتوا مزيان اموركم ياديك دونك بزاف البنات كيسولوني هاد الايامات على شنو هو الغوج عليف اللي كندير دونك فوالا هادو هما الجوج اللي كندير هذا خديتو الرجاء شريتو من السعوديه وهذا الكلوز ديال فينتي بيوتي او سعاد فين والو كاع انت خالتي فهمتي شي حاجه لا فهمت فهمتي قولي لي صافي خديها في حالنا نتيا يا احسن معامله بعدين يا سيدي وصدنا عمر بحاله لسه انا مش حبيبتك احساسي اكبر